الحقيقه النهارده يعني المهم اكتر الواحد يتكلم عن الناس اللي ما كسبتش. الفكره انه اي جايزه في الدنيا هي راي لجنه تحكيمها، يعني لو اللجنه دي مختلفه اكيد هتكون نتائج مختلفه. فاتمنى انه اللي ما كسبش النهارده يعني يكون في حظ احسن، وانه ما يعتبرش ده نوع من انواع المقياس على اي شيء. يعني ده المهم الواحد يقوله. تاني حاجه طبعا انا مبسوط للزملاء اللي اتكرموا النهارده، وشايف ان ده حاجه كويسه جدا، واتمنى ان هم طبعا كلهم التوفيق في اعمالهم الجايه. كمان تكريمك بقى النهارده والله يعني دي بشكر اللجنه يعني والناس اللي شافوا ان العمل يستحق الجائزه دي. عرفنا اكتر عن العمل ده. هو العمل عباره عن ثلاث قصص طويله بتتناول اثر الثوره على حياه ثلاث اشخاص مختلفين، اسمها موسم الهجره الاركاديه، وبس يعني لقطات من حياه كل واحد.